دشنت محافظة القاهرة حملة خليك زي آدم التي تستهدف تعديل سلوك المواطنين بالقاهرة لرفع مستوى نظافة بها، وذلك بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ومشاركة نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة والفنانة سميرة أحمد والفنان أحمد ماهر وعدد كبير من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة. وأكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أهمية الحملة والعمل على إنجاحها ومساندتها، وأشاد المحافظ بالمواطنين الذين حرصوا على الحضور والاحتفاء بالحملة. احنا النهاردة بنجتمع عشان نطلق صيحة للمجتمع، احنا عايزين نقول لمواطنينا في مصر في القاهرة، نقول لهم عايزين القاهرة تبقى جميلة. احنا هنبذل اقصى جهد كمسؤولين، احنا كمسؤولين في الاحياء هنبذل اقصى جهد في النظافة، واحنا فعلا بنطلق حاليا حملة نظافة كبيرة في كل الاحياء، لكن احنا عايزين تعاونكم معانا، عايزين جهدكم معانا، عايزين انكم تكونوا ايجابيين وما ترموش حاجه في الارض، لان في النهايه اللي احنا بنشيله هو اللي انتم بترموه، فخفوا علينا شويه. تمام؟ اللي يمكن الزملاء بيقولوا ليه اخترنا شخصيه ادم؟ الحقيقه اللي اختار شخصيه ادم فريق عمل مبدع من محافظه القاهره ومن مركز شباب الجزيره. فريق عمل مبدع اختار شخصية آدم، ويمكن آدم بيمثل أبو الإنسانية. ومن جانبه أشاد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بالمبادرة وحث المواطنين على التفاعل معها حتى تعود القاهرة جميلة كما كانت. إذا فعلا قدرنا نخلي القاهرة جميلة ونظيفة هتبقى من أجمل عواصم الدنيا كلها بلا بجد. يعني الغريب في الأمر ان احنا نروح بره نلتزم وما نقدرش نرمي ورقه وما نقدرش نرمي عقب سجاره، ننزل من الطياره في مطار القاهره ونخرج نتحول لبني ادمين تانيين خالص. شيء غريب جدا بصراحه. عشان كده دي مبادره محترمه، مبادره طيبه، كل دعمنا كصحفيين واعلاميين على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام لهذه المبادرة، وكل إن شاء الله تمنياتي لها بالنجاح، وإن شاء الله هتنجح وترجع القاهرة مدينة جميلة نظيفة. وأشادت الفنانة سميرة أحمد بحملة خليك زي آدم التي تستهدف تعديل سلوك المواطنين بالقاهرة لرفع مستوى النظافة بها، وأشادت بالقائمين عليها متعهدة بالوقوف إلى جانب الحملة ودعمها حتى يتحقق الغرض منها. طبعا الحمله اللي عملها السيد محافظ فانا بحييه عليها، واحنا لازم نقف جنبه ونقف جنبه في كل حاجه في كل اللي بيعمله. انا جنبه لغايه الحمله دي ما تخلص، وقال لغايه شهر 6، انا معاه لغايه شهر 6. خليك زي ادم، لان ادم هو للقاهرة، وخليك للقاهرة، القاهرة الجميلة اللي حاول سيادة المحافظ يرجعنا تاني لمصرنا الجميلة، وإن شاء الله ربنا يوفقه ويوفقنا جميعا، وتحيا مصر. كشف وزير التموين علي مصلحي عن صدور تشريع جديد خلال أسابيع يقضي بسحب البطاقة التموينية بشكل نهائي من أي مواطن يترك بطاقته بشكل متكرر لدى البقالة التموينية التابع له، كما سيتم توقيع عقوبة على المخابز المتورطة في نفس الممارسات حفاظا على ضمانة وصول الدعم لمستحقي والفئات الأكثر احتياجا. جاء ذلك خلال حضور مصلحي مؤتمرا شعبيا في محافظة الشرقية.